وفي عناوين النشرة: التحفيز بتحفيز أعضائها على البقاء في مراكز عملهم ضمانا لاستمرارية العمل وتحصينا لعملهم ولموارد الدولة. فالتعويض الشهري لكل عضو في هذه الهيئة والذي يوازي 24,000 دولار دفع إلى طرح أكثر من علامة استفهام عن خلفيات دفع مثل هذه الرواتب والتي تتخطى رواتب رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب. تقرير منير الربيع. لم تذهب سياسة عن أداة يعني معترف بالتهمة عارف. بس القضية لبسان. صلي يا عرفة. مش هيقلل منك أبدا. شريف، يعني نتيجة هذا الاستفتاء قد أعلنت والمعارضة طعنت في هذه النتيجة، ويتحضرون المعارضة لمعركة انتخابات مجلس الشعب المقبلة. حالة الانقسام في الشارع المصري هل ستبقى كذلك حتى نهاية الانتخابات التشريعية؟ كيف فتح وحماس بأنها تنوي استئناف الإشراف على جهود المصالحة بين الحركتين في أقرب وقت ممكن؟ وأكدت مصادر فلسطينية مطلعة أن مسؤولين مصريين سيلتقون ممثلين على الطرفين للتباحث معهم حول نقاط الخلاف التي تحول دون وضع اتفاق القاهرة وإعلان الدوحة موضع التنفيذ. تابعونا في النشرة بعد الفاصل. صرحت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في بيان أنها ما تناقلته بعض وسائل الإعلام عن العثور على قنبلتين يدويتين أمس وأمس الأول، إحداهما موصولة بسلك ومعدة للتفجير على الطريق المؤدية إلى منزل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في محلة المعرض في طرابلس. وأكدت من Dude, the center, man.